عن المرصد الكندي وأنت أصيل جرجيس مش بعيد على جربة، كيف تابعتم وتابع الإعلام في كندا هذه العملية الإرهابية الجبانة؟ شيخ حسين مساء الخير. هذه أولا ندين كل عمل إرهابي يمس الأمن الوطني والأمن منطقة الشرق الأوسط، شرق المتوسط بطبيعة الحال، في منطقة حساسة المحالة، وكل شهداء المؤسسة الأمنية في تونس. بطبيعة الحال كندا لا تختلف عن موقفها بطبيعة الحال في مجمل الدول الغربية في تعاملها مع هذه الوقائع الإرهابية، فهي تهتم كثيرا بهذه، وبالتالي على الأقل تثمن موقف المؤسسة الأمنية في تحييد صح التعبير أو تقليل من نسبة الخسائر، وهذا على الأقل بالنسبة لهذا مهم جدا. بطبيعة الحال نحن ندين هذه العمليات الإرهابية، خاصة وهي ترتبط بمواسم دينية وقد تنتهك في نهاية المطاف في النسيج الديني والاجتماعي الذي المتعارف عليه على الأقل في تونس، معروف بالسلام وبالأمن. لدي نقطة حقيقة حسين نحب نأكدها، قضية الغريبة للأسف الشديد أنه الأنظمة المتعاقبة من النظام بن علي المقبور للأسف استعمل الغريبة هي معناها بطبيعة الحال عيد وطني للجالية اليهودية، عيد وطني تونسي بطبيعة الحال. للأسف الشديد انطلق هذا العيد بصيغة دولية، وبالتالي جعلوا كأداة للتعريف بالسياحة، وهذا مما سبب في نهاية المطاف جعل الاحتفالات الغريبة فيها نوع من الاهتمام الدولي بهذه التظاهرات، ووضحها إن صح التعبير في الانترناشونال سبوت، معناها وضحها في الاهتمام الإعلامي وبطبيعة الحال في الاهتمام الأمني والاهتمام الإرهابي. هذا أنا أراه شخصيا معناها يعتبر معناها قصور أمني للدولة التونسية من الأنظمة المتعاقبة ومن الحكومة المتعاقبة. أنا أرى أنه المناسبة الوطنية الدينية للجالية اليهودية في تونس يجب أن يتم تجسيدها أو وضعها في إطار وطني بحت، وبالتالي عدم تدويلها، لأنه التدويل سيفتح باب التطبيع وسيفتح باب الجنسيات الإسرائيلية وغيرها من ذلك، وهذا لا يهمنا نحن. نعم. يهمنا هل تداول الإعلام الكندي الحادثة الفاجعة هذه التي تمت في الغريبة؟ بالطبع تناول الإعلام الكندي، لأنه الإعلام الكندي كل ما يمس بطبيعة الحال الميزان الدولي للأمن الدولي فهو يهتم بهذا، خاصة إذا لأنه في نهاية المطاف إسرائيل ماذا تريد؟ هي إسرائيل ترى أنه كل ما يمس الجالية اليهودية في العالم فهي مهتمة، وبالتالي عندما يكون هنالك الاهتمام بإسرائيل ستهتم بطبيعة الحال الوسائل الإعلام بهذا، لأنه المنطقة نعم. كل في وضع حساس بطبيعة الحال. هذا أنا في تصوري هذا هو النقطة التي أردت حقيقة أن نجسدها ونهتم بها. يبقى المناسبة الدينية للغريبة يجب أن تكون مؤسسة أو عيد وطني فقط، وعدم تدويله وعدم، لأنه هم اليوم الدولة التونسية وخاصة في ظل المقلب تحاول أن تستغل هذه المناسبات لترويج للسياحة. ترويج للسياحة، لسنا بحاجة أن نروج السياحة من خلال مناسبة دينية، هذا هو رأيي الشخصي بطبيعة الحال. نعم. وهذا بطبيعة الحال لأنه يضع أكثر ثقل على المؤسسة الأمنية، ويضعنا كذلك في إطار أمني حرج في منطقة حساسة قرب ليبيا، الوضع غير المستقر في تونس، هذا كله بطبيعة الحال. طيب اليوم السلطة الحاكمة سي حسين، نقطة صغيرة، السلطة الحاكمة تتحدث عن الإخاء وعن المساواة وعن السلام الوطني، من باب أولى وأحرى أن السلام الوطني يكون ضمن الغطاء السياسي الوطني في تونس، معناه أن لا يمكن أن نتحدث عن سلام وطني في ظل سجناء سياسيين من كل الشرائح السياسية في تونس يقبعون في السجن، معناه من باب أولى أحرى أن تبدأ بهذا وأن تروج لهذه الفكرة التعايش بين الشرائح السماوية والأديان بين كل التونسيين، حتى نعطي مصداقية لهذا الكلام، وهذا للأسف لا أتصور حقيقة. جزيل الشكر سيد ياسر ذويب المتحدث الرسمي باسم مرسل كندي للحقوق والحريات، كنت معنا من مونريال.